هل يأثم الشخص إذا قبل زوجته على خدها أو يدها أو رأسها في الأماكن العامة؟ هذه مسألة فيها مخزون عرفي، فيها موروث عرفي في أوساط المسلمين. هذه صورة غير مقبولة في أوساط متحفظة، هذه الصورة غير مقبولة. ربما في أوساط أخرى يعني تكون في موضع الرخصة، يختلف القول في هذا باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. تقبيل الزوجة على خدها أو على يدها مش هو يعني، أو على رأسها، إيه الفكرة؟ هل يكون هذا على ملأ من الناس؟ هل هذا خادش للحياء؟ هل هذا خارم للمروءة أم لا بأس به؟ يختلف القول في هذا باختلاف الزمان والمكان والأحوال. يمكن الناس تعرفوا أن في المطارات يتسامحون في هذا عند الوداع ونحوه، لكن أصل تقبيل الزوجة مشروع، ويبقى هل تقبيلها على الملأ يخدش المروءة، يعد من خوارمها ويخدش معنى التصون والتوقر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في الأماكن العامة أم لا؟ يختلف القول في هذا باختلاف الزمان والمكان والأحوال. بارك الله فيك.